هناك الملايين من المنتجات في العالم التي تفعل الشيء نفسه تماما مثل أي منتج آخر في السوق، ولكن تلك التي تتميز حقا هي المنتجات التي تفوقت على عيوبها السابقة بطريقة فريدة من نوعها. مع قول ذلك، إليك بعض أفكار تصميم المنتجات الأكثر إبداعا على الإطلاق. سماعات مضادة للتشابك. من أكثر الأشياء المزعجة في الحياة وضع سماعات الأذن في جيبك فقط ليخرج عقدة أسلاك مستحيل فكها بعد ثانيتين، ولكن أخيرا لدينا الحل، سماعات أذن مضادة للتشابك. لأنك تعرف ما لا يتشابك أبدا، السحاب. تعني إضافة حافة سحاب لكل من أسلاك سماعات الأذن هذا أنك ستقضي وقتا أطول في الاستمتاع بما تسمع، ووقتا أقل على ويكي هاو لمعرفة كيفية فك هذه العقد. ونعم، هناك صفحة ويكي هاو خصيصا لذلك حقا. حامل الشراب الشاحن للهاتف. هل سبق لك أن خرجت وقمت بفحص هاتفك فقط لترى أن بطاريتك تعمل على 1% فقط؟ سريعا أخرج بنك الطاقة. انتظر، إنه فارغ. لا مشكلة، فقط جد مقبسا للشحن. سوف تفرغ البطارية. لكن انتظر، ماذا لو كان حامل الشراب الخاص بك يمكن أن يزود هاتفك بالطاقة؟ هذا هو بالضبط ما يفعله إيبيفاني أون إيباك. يمكنك ببساطة وضع مشروب ساخن أو بارد على الجانب الأحمر أو الأزرق المقابل وتوصيل هاتفك ومشاهدة إعادة شحن بطاريتك. إنه يعمل عن طريق تحويل التفاوت الحراري إلى طاقة، ويمكن أن يعمل التصميم المحمول ببراعة كحجة رائعة لطلب شراب بارد. الأكواب الذكية. كيف تحتسي الشاي الخاص بك؟ مع حليب؟ ملعقة سكر؟ فهمتك. وأنت؟ ملعقتين سكر وسادة. حسنا. وتريد قهوة مع حليب وملعقتين سكر؟ حسنا. انتظر، ماذا كان الطلب الأول مجددا؟ يمكن أن تتحول جولات القهوة إلى مثل هذا الكابوس، ولكن مع هذه الأكواب المبتكرة بشكل لا يصدق، محاولة تذكر من يشرب ماذا لم يعد يمثل مشكلة. يمكن تحريك أشرطة التمرير الموجودة على طول الجزء العلوي للإشارة إلى نوع المشروب الذي يريده المالك. لذلك يمكن أن تصبح عمليات تحضير القهوة مهمة تتطلب تشغيل الذاكرة بشكل أقل. الأكواب الرابطة. يمكن أن يؤدي حمل الكثير من الكؤوس الساخنة إلى بعض الحوادث المروعة، ولكن لماذا تعمل بجد أكبر بينما يمكنك العمل بذكاء؟ تحقق من الأكواب الرابطة هذا. للوهلة الأولى تبدو وكأنها فناجين قهوة عادية، ولكن عند إلقاء نظرة فحصة حقا يمكنك رؤية قابس فريد على شكل صليب على كل جانب يسمح للأكواب بتكوين رابط قوي، ويعني التصميم أنه يمكن حملها دون خوف من سقوط أحدها. أود أن أقول إن هذا حلم مساعد يتحقق. كوب مضاد للتنقيط. يعرف عشاق القهوة في جميع أنحاء العالم ألم سكب فنجان طازج ووضعه على طاولة وإتلافها أو إتلاف أوراق مهمة على الفور بعلامات أسفل الكوب. ألا يوجد عدالة في هذا العالم؟ ولكن الآن هناك نهاية لهذا الكابوس المليء بالكافيين. ابتكر كيم كون أي كوبا مضادا للتنقيط، وهو مجرد فراغ دائري صغير في الجزء السفلي من الكوب يعالج التوتر السطحي للسائل المنسكب ويعمل على إبقاء قطرات الشاي والقهوة بعيدا عن أوراقك. بيت الجيب. من يحب التخييم؟ دعني أكون أكثر تحديدا، من يحب حمل جميع معدات الخيام الضخمة فقط لإعدادها وإدراك أنك تفتقد بعض الأوتاد أو العواميد؟ حسنا، لم تعد هذه مشكلة. ألقي نظرة على هذا المنزل الصغير الذي يمكنك وضعه في جيبك. هذا التصميم الصغير للغاية عبارة عن خيمة قابلة للطي وذاتية النفخ توفر مأوى فوري. يمكنك حتى عكسها لتعكس ضوء الشمس وتبريد الداخل في الأيام الحارة. هيا نذهب للتخييم. البرطمان المزدوج. ألا تكره عندما يبدو أنك لا تستطيع الحصول على آخر قطعة من زبدة الفول السوداني من قاع البرطمان مهما حاولت جاهدا؟ يعني أرسلنا الإنسان إلى سطح القمر، قد تعتقد أنه سيكون هناك حل لهذه المشكلة في هذه المرحلة، وهناك حل بالفعل. ألقي نظرة على برطمان زبدة الفول السوداني المزدوج. بإضافة غطاء ثان إلى قاع البرطمان يصبح من السهل الحصول على تلك البقايا التي يصعب الوصول إليها. إنه حل بسيط للغاية لمشكلة واجهناها منذ عقود، واسمع هذا، تم تطويره بواسطة طفلة.
صممت بيلا بريتو وحصلت على براءة اختراع للبرطمان المزدوج في عام 2007. النبات الأليف. أعتقد أننا جميعا قتلنا نبتة عن طريق الخطأ مرة واحدة على الأقل في حياتنا. الإفراط في الري، عدم الري الكافي، عدم كفاية الضوء، الكثير من الحرارة، الأسباب كثيرة حقا. ألن يكون من الأسهل أن يخبرك النبات بما يحتاج إليه؟ حسنا، الآن يمكنه ذلك. يقيس بات بلانت الثوري من جوني هيو ظروف التربة والرطوبة والماء ودرجة حرارة النبات المختار، ويحسبها وفقا لاحتياجات النبات المذكور، ويعبر عنها في شكل شاشة LCD صغيرة رائعة. وحتى إذا كنت قد أفردت في الري، فإنها تقوم بتصريفها تلقائيا. حامل المشروبات المغناطيسي. مهما كنت جيدا في لعبة تتريس، فلا يبدو أن هناك مساحة كافية في الثلاجة لكل شيء تريده، ولكن يجب وضع زجاجات الصودا والشعير في الثلاجة إذا كنت تريدها باردة، على الرغم من أنها ضخمة جدا. ولكن قد يكون هناك أخيرا طريقة للتغلب على هذه المشكلة في شكل مغناطيس. شماعات الشرب. هي شماعات يمكن وضعها على سقف الثلاجة، وهي قوية بما يكفي لتحمل وزن الزجاجة، لذلك يمكن تخزين القارورات الخاصة بك دون أن تشغل مساحة ثمينة على الرف. أمبريلا. الشمسية ضرورية كل يوم، لكن أعتقد أنه يمكننا أن نتفق جميعا على أنه بمجرد البلل تصبح أقل ملائمة. إغلاقها يعني أنها ستظل مبتلة طوال اليوم، ولكن تركها مفتوحة يعني أنها ستعترض طريق كل شيء، بالإضافة إلى أن فتح الشمسية في الداخل يعتبر حظا سيئا. ولكن الآن هناك أمبريلا من هيروشي كاجيموتو، إنها تعمل على نفس الميكانيكا الأساسية ووظيفة الشمسية، لكنها تفتح في الاتجاه المعاكس. هذا يعني أن أضلاعها تعمل كنوع من الحامل عندما تكون مغلقة، لذلك يمكن تخزينها بسهولة وتسمح بتصريف المطر دون أي متاعب. مظلة الهواء. ربما كانت أمبريلا مجرد بداية لإحداث ثورة في تصميم الشمسيات الأصلي، لأنه منذ ذلك الحين خطى المصممون خطوة أخرى إلى الأمام وقاموا بتطوير شمسية بدون مظلة. نعم، المظلة، الجزء الكبير من المواد الذي يمنعك من التبلل، لقد سمعت ذلك بشكل صحيح. بدلا من ذلك تستخدم مظلة الهواء نظاما إلكترونيا لإنتاج مجال قوة من الهواء يعيد توجيه المطر ويحمي المستخدم من عوامل الطقس. يمكنك أن ترى كيف تعمل هنا بإزاحة المطر بعيدا بشكل حرفي. أتساءل كيف يتعامل مع البرد. حقيبة الأب. هناك الكثير من الضجيج على الإنترنت الآن حول جسم الأب، والذي يشير إلى شكل الجسم الخاص بالرجال في منتصف العمر، وتشير بعض الإدعاءات القوية من شركة الأخبار The Sun UK إلى أن النساء ينجذبن أكثر إلى الرجال الذين لديهم جسم الأب مقابل الرجال الذين لديهم عضلات بطن صلبة. أنا لا أمزح، هذه مقالة إخبارية حقيقية. لذا إذا كنت الآن يائسا من أجل الحصول على جسم الأب، لكنك قلق بشأن المخاطر الصحية التي تنطوي عليها، فلماذا لا تلقي نظرة على حقيبة الأب؟ وهي عبارة عن حقيبة للحمل من مادة نيوبرين تمنحك جسم الأب الفوري بمجرد إرفاقها. لا تلمني، لديك ذصا لتشكرها على ذلك. دبابيس الرسم المحاكية بيولوجيا. دبابيس الدفع أو مسامير الورق هي من اللوازم المكتبية الشائعة في الأيدي الحكيمة. ليس هناك الكثير مما يدعو للقلق، ولكن إذا كنت مثل الآلاف من الآخرين قد دست بطريق الخطأ على إحدى هذه الدبابيس المقلوبة، فأنت تعلم أنها ليست مسألة مضحكة. ومع ذلك فإن التصميم الجديد لدبابيس الرسم المحاكية بيولوجيا يهدف إلى القضاء على هذا النوع من الألم. لقد تم تصميمها داخل كبسولة والتي لا تخرج منها إلا عندما يتم دفعها على وجه التحديد إلى شيء آخر. هذا يعني أيضا أنه إذا تم إسقاطها أو ابتلاعها عن طريق الخطأ فإنها تصبح خاملة إلى حد كبير. حامل الشموع القابل لإعادة الاستخدام. الشموع هي ملحق رائع لأي منزل، لكنها في بعض الأحيان قد تكون باهظة الثمن وبالكاد تشعر أنها تدوم لأي وقت على الإطلاق. لكن هذه ليست مشكلة لدى المصمم البريطاني بنجامين شاين. لقد أعاد تصميم حامل شمعة كلاسيكي يجعل الشموع تدوم مرتين على الأقل، يعني تصميم العمود أن الشمع من الشمعات يتدفق إلى ساق الحامل المجوف الذي يمر عبره فتيل ثان. عندما تحترق الشمعة من الأعلى يبرد الشمع تحتها ويشكل شمعة أخرى جاهزة للاستخدام. والآن هذه فكرة رائعة حقا.
الإطارات المقاومة للثقب. اسأل أي راكب دراجة وسيخبرك أن أسوأ جزء في امتلاك دراجة هو ثقوب الإطارات. لا يمثل ثقب الغلاف المطاطي الخارجي مشكلة في العداء، لكن ثقب الأنبوب الداخلي للعجلة يؤدي إلى عدم نهاية للمعاناة. ولكن ماذا لو أنشأت إطارا بدون أنبوب داخلي وجعلت العملية برمتها خالية من الهواء؟ هذا هو بالضبط ما فعلته تنس بإطاراتها الخالية من الهواء. يعد التصميم الفريد تقدما كبيرا من الإطارات التقليدية ويجعلها مقاومة للثقب بنسبة 100%. لذا فإن الركوب على التضاريس الوعرة أو حتى المسامير والزجاج كما ترى هنا لن يعطل رحلتك. رأس دش ضوئي مزود بجهاز استشعار درجة الحرارة. قد لا يحب البعض منكم أن يكون الحمام ساخنا جدا، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يكون الاستحمام شديد السخونة أكثر من مجرد مفاجأة سيئة، ويمكن أن يؤدي إلى حادث مميت. ولكن الآن قد تكون هناك طريقة للمساعدة في تجنب التغيرات المفاجئة أو غير المتوقعة في درجة الحرارة في الحمام، وذلك باستخدام رأس دش ضوئي مزود بمستشعر درجة حرارة. كما ترى هنا عند تشغيل الدش يستخدم الرأس مستشعرا داخليا لقياس درجة حرارة الماء، ويقوم بتغيير اللون حسب درجة الحرارة المقاسة. إذن أي شيء أقل من 32 درجة يكون أخضر، وأي شيء يزيد عن 45 درجة يكون أحمر. بافتراض أنك لا تمانع بعضا من الأجواء المرحة في الحمام، فهذا مثالي لتجنب الدش المتجمد في الصباح الباكر. جهاز قياس سباغيتي القابل للتعديل. أحيانا يكون من المستحيل الحكم على الكمية المناسبة من سباغيتي للطهي. ينتهي الأمر بمعظمنا بطهي كمية أكثر من اللازم ومحاولة إعادة استخدامها لاحقا عن طريق تبريدها، لكن ذلك يحولها إلى كتلة صلبة وباردة. أو الأسوأ من ذلك، نصنع كمية قليلة جدا ونحاول وصف أحجام الحصص الصغيرة لدينا على العشاء على أنها لخبراء التذوق. أدوات القياس التقليدية ضخمة وصعبة الاستخدام، لكن مقياس سباغيتي القابل للتعديل يزيل كل هذه المتاعب. ما عليك سوى إدخال سباغيتي في الفتحة وتحريك الشريط لإظهار كمية المعكرونة التي تحتاجها، لا مزيد من بقايا المعكرونة الباردة بعد الآن. مصباح معلق على شكل علامة الاستفهام من ماريو. إليكم واحدة للمهوسين بيننا، سوبر ماريو هي واحدة من أكبر سلاسل الألعاب في كل العصور، وإحدى ميزاتها الفريدة هي مكعبات علامة الاستفهام في اللعبة. هذه مكعبات صفراء صغيرة معلقة فوق الأرض في اللعبة، وعندما تضربها تطلق عملات معدنية ثم تصبح أغمق. بالاستفادة من هذا التصميم قامت شركة تسمى بيتلت 8 بإنتاج مصابيح تحاكي مكعبات الأسئلة الكلاسيكية. ولكن كيف تقوم بتشغيلها وإيقاف تشغيلها؟ بضربها بالطبع. إنه تصميم مشهور بشكل لا يصدق في مجتمع المهتمين بالألعاب، بل إنه يصدر نفس الصوت مثل المكعبات في اللعبة. محمصة زجاجية. أصبح الخبز المحمص المحترق وشرائح اللحم المطبوخة أكثر من اللازم الآن شيئا من الماضي، شريطة أن يكون لديك المال بالطبع. في عام 2014 ابتكرت بوغاتي محمصة زجاجية بقيمة $1000 تتمتع بالقدرة على طهي كل شيء من الخبز المحمص إلى شرائح اللحم. كان تصميم ذروة الإبداع مع الألواح الزجاجية الشفافة التي تمنح المستخدم رؤية كاملة لعناصره أثناء طهيها دون الحاجة إلى سحب أي شيء أو رفع أي شيء. لا مزيد من التحديق في الجزء العلوي من المحمصة لمحاولة تخمين مدى تحمر الخبز، حيث أن هذا مضمون لمنحك النتائج التي تريدها بنظرة واحدة فقط. خردل بيركروغ. في ألمانيا تتناسب الكثير من الأطباق التقليدية مع كمية جيدة من الخردل وكوب من الجعات الباردة كما يقولون. لذا كما هو الحال مع معظم عادات الأكل، لماذا لا نجمعها معا؟ ما عليك سوى إلقاء نظرة على تصميم جرة الخردل المضحك هذا من هانك ستينبرغ. يعني المقبض الموجود على جانبه أنه بمجرد الانتهاء من البقايا النهائية من الخردل تتحول الجرة بشكل مثالي مثل جعات بيركروغ، أو إذا كنت لا تتحدث الألمانية كوب جعة صغير، ولكن بالطبع عليهم غسلها أولا. إذن أي من هذه الابتكارات المذهلة تعتقد أنها الأكثر ذكاء؟ أخبرني بآرائك كلها في التعليقات أدنى، وشكرا على المشاهدة.